قاعدين هنا بجامعة الشرق الأوسط بالسكاي لايت، بنجمع الشركات والمؤسسات وكل من له علاقة بطلبتنا من حيث تقديم الوظائف، وإضافة إلى ذلك أيضا فرص للتدريب. عندنا مجموعة من السكشنات راح يقدموها مجموعة من الأساتذة مختصين في تعزيز دور المتوقع تخرجهم أو الخريجين لإتاحة فرصة عمل في الشركات والمؤسسات، حتى تكون لهم فرصة أكبر للمنافسة مع أقرانهم من الخريجين. أيضا لدينا ندوة تتحدث عن الإدارة السياحية بالشراكة مع وزارة العمل ووزارة السياحة، وهذه الندوة سيكون لها أثر إيجابي وكبير ليعزز دور طلبتنا في تحقيق وظائف متميزة.